اسمح لي ان انا هسالك سؤالين يا وليد من فضلك، يعني تحت امر سيادتك. السؤال الاولاني، انا عارف الاجابه بتاعت الاسئله دي، بس انا بقولها عشان نسمعها للناس كلها. تحت امر سيادتك. اول حاجه، هل انتوا بتدفعوا تكلفه الكهرباء والميه والخدمات اللي يعني اللي بتاخدوها من الدوله، ولا بتاخدوها كده؟ استاذ سيادتك، طيب ده بس اكمل السؤال. تحت امر سيادتك. طب بتدفعوا ضرائب ولا ما بتدفعوش؟ اتفضل. الجهاز يا فندم كل شركاته بتخضع للرقابه من الجهاز المركزي للمحاسبات والاجهزه الرقابيه اللي داخل القوات المسلحه، بالاضافه لكده احنا مسددين عن العام المالي اللي هو 2022 14 مليار جنيه، منهم 6 مليار جنيه للكهرباء و3 مليار جنيه للغاز و4.5 مليار جنيه ضرائب، وبالباقي اللي هو للميه وبقيه والتأمينات الاجتماعية يا فندم احنا دافعين 230 مليون جنيه للتأمين على العمالة المدنية اللي موجودة في الجهاز. أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس اللي في مصر كلهم، الكلام ده معروف لينا يعني، يعني دكتور مصطفى عارفه، وزير المالية عارفه، والكهرباء عارفه، لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين إن احنا نقول ده ونأكده. تمام. ليه؟ عشان يقول لك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات بعض في بعض الموضوعات، يعني ايه؟ يعني في القدرة على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى اسرع. لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الانتاج والتشغيل. تمام. مش كده يا وليد؟ زي القطاع الخاص. انا حبيت بس اقول دي، ومع الوضع في الاعتبار برضو تاني. احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين، مش كده؟ للاطروحات. ومستعدين ننزل كل الشركات، وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين. ومش بس كده، وبرضه مستعدين للشراكه. الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للشراكه؟ لان احنا هو الهدف من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذيه مدرسيه مؤمنه، خلاص اتحققت. وبقى في عمل مؤسسي ليها، بقى في سلامه غذاء متحققه، مش كده؟ تمام. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف، اكيد هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل. فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام. الامر ده متاح، وانا بقوله مره واتنين وباكده عشان يصل لكل الناس يعني اللي بيسمعونا في القطاع الخاص، واللي عنده استعداد يخش في شراكه مع الدوله في مؤسساتها او في شركاتها اللي احنا بنتكلم عليها.